وبالعودة إلى اليمن والانتهاكات انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين هناك وأثر ذلك على الأوضاع المعيشية، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي. أهلا بك معنا سيد حميدي. أهلا وسهلا بك أخي الكريم ومشاهدي قناتكم. أهلا بك سيد حميدي. بداية، كيف تقرأ تصريحات الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تتطلع لفرض مزيد من الإجراءات ضد قادة ميليشيا الحوثي؟ هل هو تغير في الموقف الأمريكي بعد جرائمها ضد المدنيين؟ وفي حقيقة الأمر تعبير واضح عن فشل السياسة الأمريكية. نحن وكثير من المراقبين للوضع العسكري والسياسي في اليمن أدركون بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات متسارعة غير مدروسة منذ أن جاءت حكومة بايدن دون تحليل دقيق وعميق لترتيب هذه الجماعة وبنيتها وغاياتها وأهدافها، وبالتالي قدمت لها خطابات مجانية أو عفوا قرارات مجانية نظرت إليها جماعة الحوثي بأنها أشبه ما تكون بضوء أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية، وبالتالي الهجوم على مأرب جاء بعد رفع جماعة الحوثي أو تصنيف جماعة الحوثي ضمن من القائمة الأمريكية من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وبالتالي يبدو أن الحكومة الأمريكية شعرت بحرج شديد. الصواريخ لم تتوقف، الهجمات لم تتوقف، لا يوجد أي تجاوب مع يعني لا يوجد مع الدعوات السياسية، وبالتالي ربما اليوم تريد أن تتخذ مثل هذه التهديدات لعل وعسى جماعة الحوثي ترضخ لها. ولكن يعني رغم ذلك سيد حميدي، رفضت ميليشيا الحوثي القرار الدولي بوقف الحرب وتتعهد باستمرارها، ألا تعد هذه التصريحات وهذا الرفض خرقا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا أيضا للأمن والسلم الدوليين؟ جماعة الحوثي لو كانت تراعي الاتفاقيات الدولية والميثاق الأمم المتحدة ما كانت بالأساس قامت بانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وبرغم أنها موقعة على الإجماع الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، لكن هذه الجماعة تتحرك وفق أجندة خاصة وأجندة إقليمية متعلقة بالسياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي اليوم جماعة الحوثي بكل وضوح ترى بأنها أصبحت جزء من الحل المتعلق بالشرق الأوسط لا وليس حلا منفردا. يدركون أن الأمريكان حريصون على عودة الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات النووية، وبالتالي هم يدركون بأنهم سيكونون جزء من هذا الحل أو ربما الحلوى التي سيضعها الأمريكان في فم الملالي في طهران لإنجاز مثل هذا الخطاب. طيب لماذا لا يعني يجري الضغط باتجاه تطبيق الفصل السابع من ميثاق المنظمة؟ ماذا ينتظر المجتمع الدولي برأيك؟ المجتمع الدولي هو في النهاية والأمم المتحدة هي تمثل سياسة الدول الكبرى. هذا يعني لو كان المجتمع الدولي حريص على إحلال اتفاقية السلم والأمن في العالم ما رأينا كل هذه الحروب. كان مع كل حرب اشتعلت مع كل احتلال وقع ستتحرك هذه الأمم لتطبيق مد من البنود، لكن هذه هندسة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن ومؤسساتها على هذا الأساس، بالتالي هنالك مصالح هنالك رؤى متضاربة. نحن اليوم لا نتحدث عن الحوثيين، نحن نتحدث عن بقعة جغرافية اسمها اليمن متحكمة بطرق التجارة الدولية وبموقعها الجيوستراتيجي، وبالتالي كل ينظر إلى الأطراف الموجودة في اليمن من زاوية من الزوايا التي تخدمها. بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن خفض المساعدات الإنسانية يعد بمثابة عقوبة إعدام لعائلات بأكملها. يعني هذا الكلام من الأمين العام للأمم المتحدة وهو يدين هذا التصرف، إذن من هو المسؤول عن تخفيض المساعدات؟ هناك اليوم عدم تجاوب المانحين في مؤتمر أمس مع دعوة الأمم المتحدة هي تعود لسببين رئيسيين. السبب الأول أن فشل المجتمع الدولي في إيجاد صيغة سياسية لوقف الحرب في اليمن، وبالتالي المجتمع الدولي اليوم يرى أن اليمن أشبه بقربة مثقوبة، مهما صب من مساعدات فإنها في النهاية تتسرب بصورة أو بأخرى، ولا يمكن للمساعدة أن تكون لها فائدة
وذات جدوى بدون إيقاف هذه الحرب. وبالتالي هذا الإحجام كانهم يطالبون أولا يجب على الأمم المتحدة اليوم والعالم الأوروبي والغربي أن يوقف الحرب في اليمن. الناحية الثانية أنه دعوة لمؤتمر دولي دون أن يقدموا صيغة جديدة حتى لآلية المساعدات. في الفترات السابقة كان هنالك ضجة إعلامية وقوة على السوشيال ميديا أن المساعدات في اليمن لا تذهب إلى مستحقيها. هنالك عملية تبديد واسعة من قبل منظمات وموظفين لهذه الأموال، كشفتها تقارير سواء لوكالة أنباء إعلامية مثل بريتس الأمريكية أو تقارير منها تقرير عواقب وخيمة لهيومان رايتس ووتش، وقال بأن الحوثيون يمنعون وصول المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى الحكومة الشرعية، وتحدث منظمة الغذاء العالمي بأن الحوثيين يسرقون المساعدة. بالتالي هذا ربما بصورة أو بأخرى أفقد الثقة في أن هذه الأموال تذهب بالفعل لليمنيين، وقد تذهب مجهودات حربية وتذهب إلى الجبهات. كثير من مواقع التواصل الاجتماعي نقلت مساعدات أممية ودولية موجودة في الجبهات أو في السوق السوداء. نعم، أيضا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.